كنتشرف باش نكون بين احضان هذا الحزب العريق اللي كينظم واحد المبادره واحد الندوه حول موضوع اجتماعي، موضوع حساس كيهم الملايين ديال المنخرطات والمنخرطين، كيهم المسار الصحي ديال الملايين ديال الموظفات والموظفين. غيكون نقاش وكاين نقاش حول هذا المشروع قانون 54-23 اللي يتعلق بالدمج او توحيد الصناديق بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الكنوبس ولا سانيسيس. حقيقه هذا المشروع جاء متسرع بدون مشاورات، جاء بشكل احادي من طرف الحكومه وخلق واحد الهزه داخل وتخوفات مشروعه داخل اوساط ديال المؤمنين وديال المستخدمين ديال لاكنوبس وديال التعاضديات. حنا كتنسيق تعاضدي درنا جميع مبادرات من اجل توقيف هذا المشروع واعادته الى طاوله الحوار، ولكن الموقف المشرف والوطني هو اللي قامت به المنظمه ديال الاتحاد المغربي للشغل على راسها الامين العام، اللي كان اتصال مباشر مع السيد رئيس الحكومه، وايضا بواحد البلاغ كان ناري كيطلب من الحكومه انه توقف هذا المشروع التراجعي واعادته الى طاوله الحوار. هذا النشاط الهدف ديالو هو المناقشه ديال القانون 54-23 والقاضي بدمج لاكنوبس ولا سانيسيس، يعني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. طبعا المبرر ديال الحكومه هو القانون 29-21 الذي ينص على توحيد الانظمه ديال الحمايه الاجتماعيه، وطبعا هذا المشروع كله يرعاه صاحب الجلاله حفظه الله. احنا ماشي ضده وماشي ضد توحيد الصناديق، ولكن المشكل مع الاسف ان هذا القانون جاء متسرع. اولا ما خداش بالرؤيه التشاركيه، الحكومه لم تتشاور مع النقابات، لم تتشاور مع التعاضديات، لم تتشاور مع المختصين. هناك اختلافات كبيره ما بين الصندوقين، اولا في الانخراطات كاين اختلاف ما بين لا سينيسيس ولا كنوبس، في التعويضات كاين اختلاف ما بين لا سينيسيس ولا كنوبس، ثم هناك 3 ملايين ديال المنخرطين يعني في لا كنوبس اللي عندهم واحد العدد ديال الاستفادات، واش غتبقى ولا لا؟ ثم هناك وضعيه ديال 6000 موظف، صحيح القانون ينص على ادماجهم في لا سينيسيس ولكن منش على الطرق، هناك كذلك الوضعيه ديال الموظفين ديال التعاضديات. مع الاسف غابت رؤيه الحكامه الجيده، الرؤيه التشاركيه التي ينص عليها الدستور، والهدف من هذا المشروع اللي هو توحيد الانظمه ما يمكنش شي مغربي يكون ضده، لانه الهدف هو التغطيه الصحيه الشامله لجميع المواطنات والمواطنين كما تيقول صاحب الجلاله، ولكن احنا مختلفين مع الطريقه والمنهجيه. كذلك ما كانت واحد الدراسه ديال الجدوى، لانه لا سينيسيس عندها تقريبا واحد الاكسيدون اكثر من 40 مليار درهم، لا كنوبس عنده عجز تقريبا ديال مليار درهم لان الادويه مرتفعه جدا. اذا هذا الشيء واش سببه لوبيات واش سببه ضغوطات الله اعلم، والدليل على الخطا المنهجي ديال الحكومه ان السيد رئيس الحكومه سحبه او اجل النظر فيه، وبالتالي راهم المسؤولين جلسوا مع النقابات هناك الجديد. حنا الهدف هو نناقشوا الايجابيات ديال هذا الهدف، الهدف هو المساهمه في النقاش العمومي. حنا كحزب معارض ماشي ضد المبدا ديال التوحيد، طبعا نساند الحمايه الاجتماعيه، ولكن خاص المنهجيه تكون تشاركيه وتكون حكامه جيده. بغينا المشروع ديال الحمايه الذي رعاه صاحب الجلاله ينجح. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.